أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كاتب وكتاب. كاتبة الوطن وسفيرة بصمة وطن، مستشارة ومدربة وصاحبة أول مكتبة رقمية سعودية من نوعها، ضيفتنا وإياكم لهذه الحلقة هي الكاتبة الوطنية حنان غازي المالكي، صاحبة كتاب الحزم والأمل. يعطيك العافية أستاذ حنان. حياك الله. الله يعافيك. الله يحييك ونورينا في قناة اقرأ. أنتم بالنور كله والله. الله يكرمك يا رب. في البداية يعني احنا مستغربين ما شاء الله إنه سيدة تكتب عن حرب وعاصفة الحزم وإعادة الأمل، فكلمينا عن تجربتك في هذا الكتاب. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية الوطن لا يعرف سيدة أو رجل، الواجب الوطني على السيدة وعلى الرجل، وهذا أقل شيء نقدمه للوطن. بداية طبعا أنا انتهيت من كتاب الجزء الأول، وتم توقيع بفضل الله الجزء الثاني يوم السبت الماضي، ولله الحمد يعني كان من الكتب المتصدرة في توقيعات المؤلفين. ممتاز. طيب يعني كيف تنظرين أنت لدور المرأة بما أنك أنت ذكرتي في عاصمة في 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 عاصفة الحزم، كيف ترين دور المرأة اليمنية في إعادة الأمل لليمن؟ دور المرأة اليمنية، احنا لما تطرقت انا في قضية المرأة والمرأة اليمنية في كتابي الجزء الثاني، كيف هي تعاني وكيف تواجه هذه المعاناة. ما يحدث في اليمن مصاب يعني يسيء للجميع كلحمة وطنية عربية إسلامية، فكان دور المرأة اليمنية دور مشرف، ولكن المرأة مهما كانت تضعف أمام تحديات ومواجهة حرب، مهما واجهت مهما حاولت أنها تصد من أو تحد من هذه الأمور إلا أنها تضعف، ولكن كانت تعاني وتكابد وتواجه هذه، تحاول أن تواجه الصعوبات، هذه الصعوبات اللي بتواجهها. نعم. في إعادة الأمل بإذن الله. طيب يعني كمان أنت معلمة. نعم. في المرحلة الثانوية. أيوة، معلمة مهارات البحث ومصادر المعلومات، تخصص مكتبات. هل هناك علاقة بين الكتابة وبين التخصص؟ التخصص مكتبات، المكتبات علم يدرس جميع العلوم يعني بصفة عامة. ولكن طبعا قراءة الكتب، الإبحار في الكتب والمؤلفين والكتاب يحمس أو يعطي الرغبة في أن يكون لي كتاب في إحدى هذه المكتبات اللي أنا أقرأ فيها ويقرأ فيها المستفيد. يعني طيب نبغى نعرف كمان كيف أنت بتاخذي المعلومات وأضفتيها في كتابك الجزء الأول والثاني. طبعا الجزء الأول كان بداية، أنا ذكرت في لقاءاتي الأولى في الجزء الأول أنه كان بداية الفكرة في اليوم العالمي للكتاب، وكمعلمة مسؤولة عن إعداد برنامج لليوم العالمي للكتاب. زامن هذه الفترة وهذا الوقت حدوث عاصفة الحزم، فكان عندي شعور أن أنا لازم أقدم شيء للوطن يربط بين اليوم العالمي للكتاب وبين عاصفة الحزم، فكان بداية فكرة تأليف كتاب أو إعداد كتاب عن عاصفة الحزم. والحمد لله يعني أنا واجهت عوائق وصعوبات بما أنه أول كتاب لي يعني. كان طبعا بدايته عن السيرة للملك سلمان ولي العهد وولي العهد سابقا، وبعد ذلك بدأت بالنداء اليمن لما أصابه للمملكة العربية السعودية ومدى استجابة المملكة العربية السعودية ودول الحلف الخير يساعدوا في إعادة أيوة، لأن عيدوا الشرعية اليمنية. طيب من أهم الأدوار الخاصة بإعادة الأمل إعادة البناء. نعم. فكيف أنت تشوفي أنه البعد الإنساني في دعم اليمن من 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 إعادة البناء؟ بإعادة البناء من ناحية المملكة العربية السعودية يكفي أن نذكر مركز الملك سلمان للإغاثة، للإغاثة الإنسانية وما قدمه، وأنا ذكرته في الكتاب وحصلت على مسؤولين المصادر الموثوقة على ملف كامل عما قدمه المركز الملك سلمان من إغاثة ومساعدات لأشقائنا اليمن. هنا يعني البعد لإعادة الأمل هنا كبير جدا، يعني كانت إعادة الأمل ليست عسكرية ليست أمنية فقط، وإنما إنسانية إغاثية طبية وحققتها المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا ومشهود. طيب بما أنه إحنا كمان بنتكلم عنك وعن كتابتك في الحزم والأمل، دور المرأة العربية ودور المرأة السعودية خاصة في إعادة البناء، ودور المرأة العربية بشكل عام في عاصفة الحزم والأمل. دور المرأة السعودية في إعادة بناء الأمل في عاصفة الحزم لا يقتصر على أنها أم فقط تربي تركز على أكل وشرب لأبنائها، وإنما غرس مبادئ الانتماء، تعزيز الانتماء للدين الإسلامي والولاء لهذا الوطن في نفوس أبنائها. إعادة البناء لا يكون إلا بأساس قوي جدا. من صحيح. يغرس هذا البناء؟ الأم ومدرسة. فهذه هي المرأة إذا عدت أبنائها الإعداد السليم وغرست في نفوسهم الولاء والصد أمام أي فتن أو أي زعزعة لأمن هذا البلد، هنا سيعاد البناء بشكل قوي جدا. صحيح. طيب وبالنسبة للمرأة العربية نفس الدور. هنا المرأة السعودية إذا حققت هذا الدور، المرأة العربية حققت هذا الدور، إذن هنا عززنا اللحمة العربية الإسلامية. صحيح. طيب في بداية الكتابة أنت كتبت عن الحزم والأمل الجزء الأول. نعم. وأيضا الجزء الثاني كتبت عن الحزم والأمل. إيش الفرق بين النسختين وإيش اللي موجود هنا ومش موجود هنا؟ نعم طبعا نحن نعلم وقفات المملكة العربية السعودية منذ الأزل تجاه القضايا العربية والإسلامية. صحيح. ولما يعني تتوانى في حتى هذا العهد في بدورها وصفتها كقائدة للعالمين العربي والإسلامي بدورها الأساسي والرئيسي في قضية اليمن. فهنا انطلاقا منه أنا واجبي ككاتبة للوطن، وسردت بداية في الجزء الأول في السلسلة الحزمية من كتاب الحزم والأمل عاصفة ومشاعر سعودية، تطرقت أو سردت أحداث عاصفة الحزم. لابد أن أستكمل وأستطرد ما يحدث بعد ذلك في عاصفة الحزم، وكان استكمالا له الجزء الثاني. طبعا تطرقنا لنداء اليمن، دور المملكة، دور دول التحالف الخير في استجابة هذا النداء، إعادة الأمل لليمن، مناصرة العلماء والشيوخ وتأييدهم لعاصفة الحزم. وطبعا احنا نعلم ونؤكد دائما أن إعلان الملك سلمان لعاصفة الحزم لم يكن إعلان حرب، لم يكن رغبة في حرب أو إعلان حرب. صحيح. إنما هي إعلان ردع وإصلاح وإعادة الشرعية اليمنية. صحيح. فقط. طيب بعد ذلك طبعا في الجزء الثاني استكملت ما تطرقت له من دور شهداء الواجب الوطني وكيف تم تكريمهم. طبعا هذا الجزئية مهمة جدا لا أنساها في كتابي. طبعاً. في أي جزء طبعا شهداء الأمة. طبعا تناولت قضايا متنوعة عن اليمن، مقالات، جمعت مقالات من محللين سياسيين ومستشارين في قضية اليمن والبعد الإقليمي لإعادة الشرعية اليمنية فيه. طبعا إعادة الشرعية اليمنية لم تقتصر على القضية العسكرية، وإنما على إجراءات إغاثية طبية قانونية اقتصادية إلى آخره. وبعد ذلك طبعا هناك زي ما قلت لك أنا استكملت موضوع الشهداء الواجب، موضوعات متنوعة عن اليمن. وكانت في نهاية هذا الكتاب طبعا وضعت مراجع موثوقة لمن يهمه، للباحثين والمتابعين هذا الموضوع، لمن يهمه هذا الموضوع طبعا بإذن الله. في عهد الملك سلمان حفظه الله يعني شفنا أنه أعطى كثير للمرأة حقوقها. نعم. فأنت كيف تشوفي هذا الموضوع؟ أنا رأيي في إعطاء حقوق المرأة ما تحتاجه فعلا في إطار وفي حدود الشريعة الإسلامية، يعني هذا شيء جميل ويسعدنا جميعا، ولكن ما يتعدى الحدود الإسلامية، وهذا بعيد عن حكامنا وبعيد عن سياسة الدولة أن تستبعد أي شيء في خارج إطار الشريعة الإسلامية. ونحن بالعكس يعني ما تطرق له الملك سلمان من يعني حقوق المرأة كالمرأة السعودية. كان له سياسة الملك سلمان، ورؤية. لا يصدر ورؤية، لا يصدر أمر أو قرار يخص الشعب السعودي إلا بمشورة الشعب نفسه، بمشورة الشعب وردع أو صد أو إيقاف لمن هو يريد أن يشغل المرأة السعودية بالقضايا هذه وبالحقوق فقط. أنتم وتتشارك كمان في المشورة ويكون لها رأي كمان أيضا مسموع يعني، وبالعكس وفي استجابة لآراء الشعب. يعني مجرد ما نسمع نشوف رأي معارض لقرار يعني على طول يا يلغى يا يوضع له حد، يعني يكون في استجابة لآراء الشعب. يعني الحرية الآن، حرية الرأي أصبحت كبيرة وواسعة جدا ومتاحة للجميع. صحيح. طيب، دور المرأة في إعادة الأمل وفي العاصمة هل يختصر أيضا بس على الكتابة، ولا في أدوار أخرى ممكن تشارك بها المرأة وممكن من خلالك أنه أنت تعطيهم من خبرتك ومن موقفاتك؟ زي ما قلت لك، أنا دور المرأة إذا كانت أول حاجة لازم يكون فيه تعزيز داخلي وذاتي، رغبة ذاتية، ولاء للوطن قبل كل شيء. وأول حاجة في إحنا يعني ذكر في القرآن الكريم أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم. صحيح. طاعة ولي الأمر فيما يأمر، هذا يساعد على استكمال المسيرة التي يسعى لها حكامنا في إعادة الأمل للجميع. صحيح. وتعزيز الأمن والأمان لهذا البلد. إذا نحن نكون يد واحدة، جميع رجال والنساء، جميع النساء وجميع الذكور يكونون يد واحدة في تحقيق، في مساندة حكومتنا في تحقيق أهدافها التي هي في الأخير لصالح هذا الشعب. لصالح هذا الشعب. والله كاتبتنا العزيزة حنان غازي المالكي، نشكر لك على هذا اللقاء البسيط، لنرى التعزيز القوي جدا في دور المرأة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وإن شاء الله يا رب تنتهي الحروب وتنتهي كل الأزمات اللي موجودة في الدول العربية والإسلامية. نتمنى. لكن في نقطة أريد أن أتطرق لها مهمة جدا. أنا في معرض الكتاب، كتابي الجزء الأول، يعني جاني اتصال من مكفوفة يعني نعرفها في إحدى الجروبات، فقالت ليش أنتم المؤلفين عفوا تهتمون بالناس العاديين وتألفون لهم، إحنا ما في أحد ألفنا. ممكن هذا الكتاب كان في اللقاء السعودي، في اللقاء الأول، لقاءاتي الأولى، كان وعدت في إحدى اللقاءات في القناة الثقافية أنه لو استمر إن شاء الله إنجازي للجزء الثاني حيكون كتاب ناطق للمكفوفين، والحمد لله بفضل الله عرضت في منصة التوقيع، عملت كتاب ناطق، وكانت هي هذه أول وحدة تستلم أول كتاب ناطق، واسمها أبير عسيري، وحضرت من أبها برا لحضور توقيع كتابي واستلام أول كتاب ناطق، وحضروا مكفوفات. وأنا أدعو جميع الجمعيات، جمعية إبصار، جمعية من يعني له صلة بالمكفوفين، مواصلتي على إنهم يطلبوا منك الكتاب الناطق، إهداء لكل الفئة هذه اللي هم يعني فقدوا نعمة البصر ولكن لديهم بصيرة فكرية ثقافية. احنا دهمنا الوقت، وصراحة يعني الكلام معك ذو شجون. في الأخير حابين ان انت تهدينا هذا الكتاب وتوقعي لنا. تستاهلون. الله يعطيك العافية. تسلمي، الله يكرمك يا رب. إن شاء الله كثير من الناس يستفيدوا من هذا الكتاب، ويكون لك بصمة إن شاء الله في تغيير هذا بإذن الله. نسعى دائما لهذا الشيء. الله يكرمك. شكرا لكم. في ختام هذه الحلقة باسمي وباسمكم أعزائي المشاهدين نشكر كاتبة الوطن الأستاذة حنان غازي المالكي على ما أتحفتنا به في هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.